الله مساءكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعودية. يسود طقس غائم جزئي هذه الليلة في العاصمة الرياض مع 30 درجة مئوية الملموسة 28، الرطوبة منخفضة والرياح تكون غربية معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة اليوم غد بإذن الله في باقي مناطق المملكة نبدأها شمالا. سكاكا طقس صافي 38 إلى 26، عرار 39 إلى 27، تبوك 38 إلى 25. المنطقة الغربية أتربة مثارة وغبار خفيف في كل من الطائف ومكة المكرمة. الطائف تسجل 36 إلى 26، مكة المكرمة 42 إلى 31، جدة 38 إلى 28، والمدينة المنورة 44 إلى 30. المنطقة الجنوبية الغربية أبها زخات رعدية من الأمطار 33 إلى 23، الباحة 32 إلى 26، جازان تفرق لبعض الغيوم 34 إلى 32. المنطقة الشرقية رياح نشطة في الدمام 43 إلى 32، الإحساء 46 إلى 31، حفر الباطن 42 إلى 31. المنطقة الوسطى العاصمة الرياض أتربة مثارة 43 إلى 28، بريدة 42 إلى 28، وحائل 38 إلى 23. إلى اللقاء.